والله ما حدا فرحان بإذن البياعين الزمامير، ما خلينا زمور بإذن إلا حرقنا. اجينا جبنا القبول، هل مخرج القبول بيخلص؟ مخرج علالة الله بيخلص. جايينك يا بشار، جايينك يا جماعة الصناعة، جماعة الصناعة، تصنيع الزمامير، جهزوا حالكم بكره. عندي 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 بكره بكره عندي عندي عندي. والله ما خلينا زمور بعدك يا زميرة، بالله عليكم زمرو سوا سوا سوا. يلا 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 يلا. وزميرة وينك كسرنا عينه، وزميرة وينك كسرنا عينه، وزميرة وينك كسرنا عينه، وزميرة وينك كسرنا عينه. المتواردة عن مقتل زعيم حزب الله اللبناني المجرم حسن نصر الله. هذول الناس هن اللي هجرهم حزب حسن المجرم، هذول الناس هن اللي قتلهم اولادهم حزب حسن المجرم. ساعة هلا ساعة 2 بعد نص الليل، العالم نازلة على الشوارع بالالاف لتعبر عن فرحتها. هذول الناس عاشوا قهر بعد قهر على مدى 14 سنة، وهن عم ينقتلوا، عم يتهجروا، عم ينصابوا. اجى الوقت لا يفرحوا ولو شوي بمقتل احد مجرمي الحرب اللي كان له دور بتهجير السوريين، بقتل السوريين، بالمأساة اللي عم يعيشوها السوريين. المأساة الوحيدة او الشيء الوحيد اللي بيحزنوا عليه انه حسن المجرم ما قتل على ايديهم، ما قتل على ايدين السوريين. بكل تأكيد هم بانتظار فرحتهم الكبيرة بمقتل المجرم الحرب الاكبر والاول بسوريا بشار الاسد. السلام عليكم. انا مش لي نلف العالم كلها حضنا يا هادي. بتذكرك لما كنت بحمص وتغير صوتك. مبروك يا هادي. الله يبارك فيك. مبروك يا هادي. ان شاء الله يتاكد الخبر. مش لي طالع الشهداء وانه الفطر. من وين حضرتك عمي؟ انا من جبل الزاوية. جبل الزاوية؟ ايه. من وين من جبل الزاوية؟ انا من قرية شنان. ليش؟ الساعة 2 بعد نص الليل. ليش؟ ما بتحسن تنام. الأطفال بدهم يجوا لهون، الأولاد كلهم بدهم يجوا لهون. في قهر معبى بصدورنا من 12 سنة. ما في فرح اليوم، اليوم ما في قهر، اليوم في فرح بس. في فرح اليوم. فرحتنا الكبيرة أمتى؟ فرحتنا لما بيخطف الخنزير وتكون الشامة بإيدنا. ظالم كثير بجاه النبي. صور الله حيه. بس صورة. تكرم عينك. بس صورة. يلا. يلا تكرم عينك. بين الظالم الكبير بجاه حبيب محمد. ليش جاي؟ ليش؟ لحنا جايين شماتي وفرح وش ايش بدك تعدى. لحنا جايين نشفي صدورنا، لحنا جايين نفرح بقتل الخسيس ومسواه جهنم وبئس المصير. يا ما عمل فينا وظلمنا، ليك الخلشة فرحاني، كبيرنا مع صغيرنا فرحانين، وقلبنا واولادنا كلياتهم فرحانين بموت الخسيس الظالم وعبيل الجحش الكبير بجاه الحبيب محمد.